الآن مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامجكم صباحني، حلقة النهاردة الاثنين 18 مارس 2019. الحقيقة ان النهاردة ايضا بيوافق انتهاء ملتقى الشباب العربي الافريقي اللي بيقام في اسوان. هنتابع اكتر حول هذا الملتقى ونتابع اخباره من خلال فقراتنا، خلوني اذكر حضراتكم بيها. فقرتنا الاولى بتكون فقرة الاخبار، بنقرأ فيها على حضراتكم اهم واخر الاخبار الموجودة على الساحة السياسية وايضا ثقافية، ومنتابع حالة الطقس وأيضا منعرف أحوال البورصة. فقرتنا الثانية بتكون فقرة الصحافة، وهيكون ضيفنا فيها أستاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي في جريدة أخبار اليوم. أما فقرتنا الأخيرة هنتكلم فيها عن السلوكيات والاضطرابات اللي بتحصل فيها، وهتكون مع ضيفنا الدكتور عبدالله غازي استشاري الطب النفسي وأيضا خبير تطوير الذات. وبكده مشاهدينا نكون عرفنا فقراتنا النهاردة. تعالوا نطلع لأول الفاصل ونرجع نبدأ معاكم فقرتنا الأولى، تابعونا.